فقره من فقراتنا وبالاخص مع شيف عباس راح تكون الارقام اسفل الشاشه. خلينا نروح على عباس وبالله يسع صباحك. صباح الخير سجاد، شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. احكي لي اليوم شنو مقادير الطبخه؟ شنو مسوي لنا؟ اليوم على الخفيف. شنو هي قول لي؟ اليوم حلاوه شوكليت توفي. احد المشاهدين طلبوها اكثر من مره طلبوها. نعم. والبورق الجبن، كل بورق ما سوينا العجينه مالته. طيب. راح نشتغله بالبورق، العجينه البورق الجاهزه. اي. راح يكون باضافه السمسم والحبه السوداء والبيض يكون موجود وياه. هنا احنا سوينا الحلاوه. حاضرين احنا طبعا هذا الشوكليت تكون شوكليت بهالشكل هذا. طبعا اللي تحكي انت ايه. انت مسوي شفت اثنين اني. اللي هو اللي يقدر ياكله مثل الحلاوه ايه صح؟ ايه والثانيه على طريقه الشوكليت. اي جهزها هيك يعني بهالشكل هذا. نعم. شنو مقاديرها الشوكليت؟ كل مقادير هاي موجوده وكل السهله. اللي هو الحليب المكثف. يكون الحليب المكثف عندي والكراميل موجود ايه. اللي هي الفانيلا يكون موجود. تكون معلقه طعام واحده صح؟ اي راح يكون اي راح يكون وياه زبد. راح نضيف الزبد نخليه يموع الزبد. نعم. واحنا نجي نضيف الحليب وياه المكثف. هالمره لاحظت انه الزبده كبيره مختارها الطبقه. اي احنا صح؟ اي اكيد لا حتى احنا ما نريد نخلي زيت، الزيت راح يكون يبس الشوكليت. نعم. يكون يطلع شكله يابس قوي. اي. فالزبده او الدهن او اي دهن يعني يكون يعني السمن النباتي يعني او اي شيء ممكن عوض الزيت تخليه، لان اذا خليت الزيت راح يصير الشوكليت صلب. اي يعني كل ما تبقى عندك تصلب اكثر. نعم. وعندي هنا قلنا الحليب والفانيلا اللي هي الكراميل. اي ويكون الزيت هي موجود حتى من تبرد نخلي ايدينا بالزيت ونسوي الشكل اللي نريده. اوكي. ماعون او شكل دعابل او شكل شوكليت. حسب شنو الشكل حسب اللي نختاره. حسب. وكل هنا عندي قلنا عجينه البورق والجبن، جبن المبروش ويا فلفل احمر. والمعدنوس. ها اني لانه دردرت اسالك انه ليش الجبن لونه احمر؟ دخل فلفل احمر يكون فلفل حلو. أي. يعني مطحون حلو مو حار، واذا يعني عجبنا خلي الحار ممكن اخلي الحار. مقادير اللي هو جبن المبروش على الشاشه. هذا طبعا نقدر نعيد المقادير البورك جبن الجبن المبروش والمعدنوس معدنوس وفلفل احمر مطحون اكيد وعجينه البورك وخلينا بيضه واحده صح؟ لا نخلي اربع بيضات. اربع بيضات وبعد والحبه السود. لا حبه سوداء. اي هو الحبه السوداء وسمسم. وعندي السمسم هنا البيض راح اخلط البيض بهالشكل. نعم خلطه هيك. واحنا قلنا نخلي الزبده تموع شويه. اي مال الشوكليت نطيها شويه. هسه طلقنا البيض بهالشكل. هسه هنا يكون عندي هاي الفرشه دائما حتى اكيد انه احنا اليوم العجينه جايبيها جاهزه. اي اكيد جاهزه. هاي تصير اسهل بعد. يكون اسهل انا عندي بالنسبه لي يكون اطيب. الجاهز اطيب؟ اي يكون اطيب. شو عجب؟ لان العجينه ذيك صح يعني مرات تستريذين بها او لا ممكن تيبس عندك يعني تصير يابسه. نعم. ممكن تخرب بيدك يعني هواي شغلات بيها والعجينه عندك ما حتبقى فتره طويله وهاي هاي تكون اي اتخن بعد. العجينه اللي تسويها انت لازم تقليها قبل الاكل. اي يعني ما حتبقى يومين او ثلاث ايام ممكن هاي العجينه تبقى اسبوع يعني من تلفين بها البورك. نجي هنا عندنا بالبيض يكون الاطراف مالتها هالشكل. نجي هنا للجبن كمية اللي اريدها اخليها اطويها بهالشكل. اوكي انا سبق ان سويته هنا البورك بس بس انا اقول لك اللي كان الاختلاف عباس انه ما دخلت عليه لا سمسم صح ولا الحبه السوداء. احنا البورك بانواع من جزر وجبن او دجاج وجزر. نعم. نجي هنا نخلي الطرف هذا. هذا حتى ما تنفتح العجينه. لا راح ما نخلينا بهالطرف راح نخليه بالسمسم. ها اوكي. هالشكل صار شكلها. ونخلي الطرف الثاني هالشكل. الحبه السوداء. الحبه السوداء. وعندنا بهالشكل هذا صارت. نعم. خليها شويه تجف يعني ما نقليها قبل. اي. شويه نطي على الدهن مالتنا يكون
اجي كمل بهالشكل، ما نطلع كمية كبيرة من التشيس حتى ما تيبس عندنا، تكون كمية قليلة فد 6-7. نعم. خلي هنا اطراف هالشكل. وذا تنفتح الدش يعني. اي. تخلط، تقدرين تسوين عجينة ثانية بيها، تلفين فوقها بعد واحدة. اي. تصير اشخن، ماكو اشكال. اي ماكو مشكلة. أكيد اللي حاب يشارك بالبرنامج، احنا فتحنا حاليا الأرقام وهي أسفل الشاشة بعد، لأنه أكيد كل شيء راح يسألونه. عن طبخة البارحة وعن اللي أولها وعن طبخة اليوم بعد. واحنا أي واحد يعني يريد أكلها، احنا قلنا هم والله جاي أنا أشتغل أنا على المشاهدين. وأكيد احنا يعني اللي يكون ما متواجد ويانا أو ما سمع بالفقرة كلها موجودة على موقع الرشيد. اكيد موجوده، موجوده رحل. على اليوتيوب. ايه. موجوده بعد الاكلات اللي كلها عباس مسويها. استمر هسه جاء، تقدرين تسوين هيك؟ اي صح. يعني خليش تلفين، يعني خليش تلفين وحده؟ لا 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 خلي انت الا تحرجني يلا. وانت شوش والله شوش تلفيه. اتوقع انه خلص الزبده. الزبده اوكي ماكو مشكله، احنا نريده تبي ما ننهي. نجي نخليه هنا. طبعا عباس اني اخر وحده اردك تخلي لي، لا تخلي لي بها لا سمسم ولا الحبه السوداء لانه ما اكلهم. تدري اني بس هاي اكلها بال شو اسمها هاي سمسميه. طبعا يعني انا اتصال لنور من الانبار. صباح الخير نور. نور صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ صباح النور يا عليك. نور بعين شلونكم؟ الحمد لله. انت اخبارك؟ انت شلونك نور؟ والله الحمد لله منورين. الله يخليك. هذا نور، شكرا لك نور، تفضلي. يا عمر شلونكم؟ الحمد لله والله الحمد لله. يا عمرينا نور. عليكم مقادير الكيكه. مقادير الكيكه. الكيكه طلعت مقادير عشان الشيف عباس. عيني شلونك؟ شو اخبارك؟ هلا بيك. ممكن سيدنا المخرج مقادير كيكة؟ الله أكيد راح نخلي المقادير على الشاشة نور، تابعينا من خلال الشاشة. إيه راح تشوفيها حتى تاخذيها بحذافيرها وتشتغليها. شكرا لك. شكرا لك نور، شكرا لاتصالك. وهاي مقادير كيكة. هذه مقادير كيكة خليناها. حلو شكلها؟ اي عبالك مو بورك. شوكليت. شوكليت. بقلاوة طالعة. بقلاوة. اي هي البرمة. ترى صحيح يعني تلاحظ انواع البقلاوة اكو هيك اشكالهم، وها سمسم بعد وياها. اي اي السمسم بس طيب السمسم بالتقلا؟ ما ادري. حسب يمكن كل واحد يعني ما ادري، انت تحب السمسم بس؟ السمسم لا اكيد لا موجود. والصمون وبالشرك. اي صح بالصمون طيب. والكعك؟ الكعك لازم في اليوم تسوي لنا كعك صدق. اسوي اسوي يعني لازم. ايه وايد من المشاهدين رادوا الكعك. طبعا اكيد داخلين احنا جاي علينا رمضان وراح تكثر انواع الاكلات والحلويات، لانه العالم كل الاكلات تريد تسويها انت وكلها بنفس اليوم بعد. اطفر احسن. زين خلينا شوي نغشش المشاهدين يعني. اول يوم معقول لحد هسه ما محضر ببالك اول يوم رمضان راح اسوي لنا؟ ها اول يوم اكيد راح تكون ويانا شوربه العدس. شوربه العدس؟ اي اول يوم. اي طبعا دائما اكيد ما يعني اي مائده طعام تخلى من الشوربه. اكيد بس تكون شغلها مختلف يعني عن الشوربه. راح تكون بدون شعريه، راح يكون بها وايد شغلات. اها بالماجي بالزبده راح نشتغلها. يعني غششتنا الشوربه. اي العشان. والطبق الثاني ما راح تغششنا يعني. بالثاني؟ وايد موجوده. ها هي. ترى برمضان وايد يحبون التشريب. اي صح. اي. أنا أقول لك ليش؟ ممكن لأنه عباس تدري يعني الواحد صايم وممتنع شوي عن المي،
صح؟ اي صح. فتشريب يعني المرنج اللي هو دائما يكون مو ناشف، يعني مو مثل الاكلات الناشفه، التم الناشف، التبسي ناشف، فشويه يكون يعني هو بيكون به مي اصلا. اي يكون هو السوب والشوربه راح تكون هي. اي. فتشي برمضان كلها تعب. سعدنا اتصال لسرمد من ديالى. صباح الخير. صباح الخير سرمودي. صباح الخير عليكم. حبيبي شلونك شو اخبارك؟ اهلا تفضل سرمد. صباح الخير على جميع العراقيين يا ربي. صباح الخير على قناه الرشيد المبدع وليس بادع، المبدع بكل شيء. الله يحييكم، برامجكم كلش حلوه. وانا حتى انت برنامجكم الطبخ هذا بالمناسبه العسكر كل ما اعرف الطبخ، بس تحياتي لكم ولكادركم والاخ الطباخ المحترم. حبيبي الله يحفظك. ان شاء الله من توفيق الى توفيق قناه الرشيد. بس نطلب سؤال بسيط للمخرج الله يحفظه. نهايه البرنامج أغنية ما إبراهيم صافلس، ختام البرنامج الله يوفقك ورحم الله يجزيك. سرمد إن شاء الله باشر الصبح إذا تابعنا يعني بالبداية أكيد راح نخلي لك الأغنية، لأنه إحنا ملتزمين بشروط البرنامج إنه دائما لما نختم البرنامج ما تكون أغنية وتدلل. شكرا لاتصالك. شكرا سرمد. شكرا لك سرمد، أكيد يريد من وقتي يعني. هذا مطرب سرمد اليوم يريد إبراهيم. هذا باكر ما تنسى مخرج محمد انه تخلي له الاغنيه من الصباح. من الصباح لا راح اعطيه من وقتي يمكن حتى تصير الاغنيه. سيكون الدهن شويه حال لازم. وهنا الزبده صارت بهالشكل، صارت هذا احنا لازم نكمل هذا البورك. نعم. حتى ننتقل هنا، لان هذا ما حنقدر نعوفه. اكيد. لان حيكون خلط وياه وياه حتى ما يلشع من جوا. نجي هنا. ويانا اتصال ابو ايه من الموصل. صباح الخير ابو ايه. البورك. صباح النور. صباح الانوار حبيبي. شلونكم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، احنا زينين، انت شلونك ابو ايه؟ شلونكم اخباركم؟ الله يخليك. انا اشكركم على هذا البرنامج واشكر الله يسلمك ويعافيك اختي العزيزه. الله يخليك. انا بس حبيت اشارككم بالبرنامج ومتابعكم طبعا يوميا هذا البرنامج الرائع. شكرا لك ابو نور، اكيد تنورنا بحلقتنا. اشكركم على هذه الطبخات الحلوه والله تعب الشهونه يعني صراحه، انه متابعينكم بدقه يعني تسوي مثل ما تسوون والله. اكيد ما راح تخسرون مع الشيف عباس، لازم تتابعونا خطوه بخطوه ويا المقادير. الله يسلمك. الله يخليك. شكرا لك. شكرا لاتصالك. شكرا لك قلبي. هسه ضفناهن بالدهن حتى يتقلن. بس يعني الله يعين الناس اللي قاعده تتابع خطيه وتشوف الاكل وقاعده تريد تستضيف هذا الاكل. بس خاصة اليوم يعني مو قوي. صح. هم يريدون يشوفون شنو الغريب بالسمبوسه اللي هو يعني دخلت انت السمسم ولا السوداء اتوقع. جينا اتصال شيماء. صباح الخير شيماء. صباح الخير شيماء. صباح النور. هلا مرحبا. شلون الشخبار؟ اهلا بك شيماء، تفضلي حبيبتي. على مود الطبخة شو المكونات هي؟ اريد اعرف. طبخة اليوم؟ طبخة البورق او الشوكليت؟ المكونات شنو بالضبط؟ البورق او الشوكليت؟ ممكن المكونات حتكون على الشاشه للبورق، احنا عندنا البورق هنا والجبن المبروش والفلفل الاحمر بي البارد والمعدنوس، يكون عند البيض هنا والسمسم والحبه السوداء. اكيد شيماء راح نخلي لك المقادير موجوده على الشاشه فتابعيها من خلال الشاشه. وشكرا. ان شاء الله على مود شهر رمضان هم نطلعهم ان شاء الله هيك برامج. ان شاء الله ان شاء الله حيكون البرنامج. حيكون البرنامج طويل، اللي هي الفقره هاي حيكون فقره طويله راح تشوفين اكيد موجوده حلويات والشوربه والطبق الرئيسي حيكون موجود ويانا. شكرا لك شيماء. لك يطول ثلاث ساعات اربع. شفت شلون فطنتهم على رمضان؟ ايش راح يخلصك منهم؟ الكل يريد يعرف. والله اكيد طبعا طيله ايام رمضان ان شاء الله المباركه، اكيد من ضمن فقراتنا راح تكون اللي هي المطبخ مع الشيف عباس اللي احنا ما ممكن انه نستغنى عنها. وان شاء الله حتكون هي قبل الفطور. اكيد بساعتين اتوقع او قبل الفطور هي حتكون موجوده. حتى يكون الاكل جاهز. نفطر به. واحنا لازم اذا طبخنا بالبرمضان طبخه مال اليوم لازم نقول على باكر راح نسوي. اي طبعا. لكن هواي من عوالدي يحضر الباكر ايش راح يطبخ ايش راح يسوي.
لازم نطلب احنا مكونات. قبلها بيوم لازم نقول انه باشر شنو راح نسوي عباس او شنو مقادير الطبخه، حتى اللي ممكن يعني حاب يسوي طبخه مثلنا اكيد يتابعك ويسويها من خلال التلفاز. بس شفتي عباس اني اقلبها وانت سوي لي وحده من دون لا حبه الصودا ولا سمسم رجاء. زين لا عندي خوش حل، ليش بس تسوين انت وحده لك؟ لا عباس شو تقولي؟ لا هو اتفقنا وانا ما يخلص البرنامج اني اسوي. جوز خليني مثلا جبن قليل او اكثر او هاي ما ادري، يلا خليها تجرب. يلا او خليني اطلع لك وحده. طلع لي وحده لازم اجرب. ايه يعني راح ما ادري هي هي خليني ايش بيض حتى خاف تقولين. يلا وهاي خلي بيض قليل خلي تقولين. يا اوكي والمفروض اني اكون لابسه الكلابس طبعا اكيد. لا مو هاي لك يعني. يلا هاي اي عباس ها هي هيك صح؟ لو بعد هاي بكيفك انت؟ لا مو بكيفي غير انت تغششني. اي هاي يلا كافي بعدين قلت نسوي هيك صح؟ ايه بعدين نجيب هاي. لا انا منطيك قطعتين. اها انت اخذت اثنين. ايه يعني هاي. زين ليش انت خليت لي اثنين هالمره؟ مو انت خافي يعجبك تسوي واحده ثانيه، هاي واحده. ها اوكي اوكي تمام. ايه. يعني لانه شفت اثنين عبال انت خليها، بس هاي صح هيك بدايتها؟ ايه واي يعني انت هاي ما عيب علي خلاص يعني. انتبهي هنا على هاي انتبهي. دقيقه. انتبهي على هاي. دقيقه هي. لحظه ثواني. زين اوكي اوكي. هي مو هيك. لا لا اوكي. طلعي لي هذا طلعي لي هذا خلاص انا طلعت اسوي. اي وحده وحده يلا. هو انا اعرف اسوي بس لازم شوي استعجلين لان الجبن قام يموت. يلا تمام. هاي 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 يا ستار. اي سجاد هاي سجاد دقيقه. لا لا والله مو اني. وهاي سجاد شوفي اشوف بس هاي هيجي نفس البدايه بس انا يمكن سكرتها ايه. اكثر بس اهم شيء هاي يكون مساويه هاي تكون هاي الفتحه مال شو اسمه البيض اللي خليه بيه. اي وعلى هالشكل راح رجعت لي فيها بهالشكل. واهم شيء الجبنه راح توزعيه يعني على طول. هو عباس انا اعرف اكيد اكو كلينكس ايه. انا اعرف بس شنو احنا لازم شويه يعني عن العين المشاهدين اكيد يعني. ايه اكيد طلعت كل شيء اكيد. لا عباس انت نسيت خليت لي اياها بسمسم وانا قلت لك لا تخليها بسمسم با لا ما حتى اسوي وحده ثانيه. لا عباس انت تسوي لي اياها لازم بس اسوي وحده بدون سمسم صار ثلاثة خلص ثلاثة باع الكل قام يريد مثلي. هسه اثنين سلك ايوه. نجي هنا نجي نطلع العجينة بدون سمسم. هذني بدون سمسم خلاص وما حد ياكلهم ابد. صار هسه نجي هنا. لا انا سويت وحده وكملها عباس كان شان ياك واحد عباس حتى لو انت سويت نفس الشيء يعني. لا ما أفهم. هو احنا بس انه عن العين شويه. هسه نجي نلفها هسه هاي بدون كل شيء مو؟ اي هاي انتهت هاي واحده ونخليها هنا. اتصال ورود صباح الخير ورود من بغداد. صباح الخير ورود. صباح النور شلونك شو اخبارك ورود؟ على وعيني هلا بيك شلونك؟ تمام حبيبتي انت شو اخبارك؟ الحمد لله بخير اذا انتم منوره الشاشه في دول عمرك ان شاء الله دوم منوره انت بعد مو بس اني. اشكرك حبيبتي روحي. شكرا لك حبيبتي تفضلي. أنا بس أريد أحب أطلب مكونات الطاطلي. الداتلي. الداتلي، شلون مكوناته موجودة؟ إذا موجودة ويانا سيدنا المخرج ضلعي أنت. أكيد راح نخليها لك إياها على الشاشة هسا مقاديرها وتابعينها من الشاشة. شكرا لك. مقادير الداتلي تكون على الشاشة وإحنا قلنا الداتلي يكون شغله حلو يعني سهل ما بي أهم شيء أي شيء. أكيد هذا مقادير الداتلي بالجو. وأهم شيء تكون الشيرة موجودة وجاهزة وباردة. عسل الشيرة والعسل إذا ما عندك عسل أي. ممكن تضيفين دبس. دبس. إيه شوية دبس بمكان مقادير العسل. هسه نجي هنا ورا ما نجيب الطبق من البورك.
خليه بهالشكل. راح نفتح وحده ونشوف بطنها شنو بالله. شو تقولين؟ سجا. اي يلا شوف الجبن. من هذني راح نسويهم؟ اي. طلعها من شوي نشفها من الزيت. اي. حتى ما يكون بها زيت هواي. شغله سهل شفتي سجا شلون؟ اي. لا شوف والله عباس هي ممكن الطريقه اوف لانه يمكن انا داخل الاستوديو بس لما اكون بالبيت يعني بالاخص احنا ناخذ راحتنا اكيد راح نعرف نلفها بطريقه سهله. اي يعني. اكيد راح تلف حتى تقوم تتفننين به. يانا اتصال ام ساره. ام ساره من بغداد. صباح الخير ام ساره. صباح الخير. شلون الاخبار؟ صباح الانوار. شلونكم؟ شلون اخبارك؟ زينين انت شو؟ تبيها على الشيف طايمين ومطلعني هيك من الصبح. عيونه قدامك الله يتقبل صيامك. تفضلي ام ساره. انا بس رديت اعرف انه انا مسوي البورق البارحه سبحان الله بس ما شنو هذا الاسود؟ يعني من كنت حاضره البرنامج من البدايه؟ هاي السمسم وشنو خلى بعد؟ حبة سوداء هاي. ها. ايه. وما تخلي الجبن هذا بيض. هذا بيض، الجبن راح يكون داخل البورك، يكون عندي جبن موجود. ويا اللحم. لا بدون لحم، ممكن تضيفين ويا لحم، بس يكون الجبن وحده ويا معدنوس شوية فلفل أحمر. هالشكل هذا تشوفينه. ايه. ايه فلفل أحمر يكون بارد. مطحون بارد. ايه. هسه نجي نانا عيوني شكرا لك ام ساره. هسه يكون عندنا بهالشكل هذا الجبن يكون داخلها جبن شلون؟ اي يانا اتصال ام طيبه. ايه. من ديالا. صباح الخير ام طيبه. ام طيبه صباح الخير. الو ام طيبه تسمعينا؟ الو ام سيف. ام سيف. ام سيف, أم سيف. اسفين بس اذا ممكن تنصتينا صوت التلفاز عفوا. أم سيف من دياله. أهلا وسهلا أم سيف تفضلي. شكرا. بس ممكن أعرف طريقة العوامات هاي المكسرة يعني صار. العوامات أكيد راح نخلي العوامات اشتغلناها العوامات راح نخلي لها على شاشة المقادير أم سيف ممكن العوامات سيدنا محمد اليوم تعبناك. شكرا لك أم سيف. شكرا لك أنت. أكيد هاي خلصنا هذه طبخة عباس. تكون إي جهزت عندنا. جهزت. والكل نقدر يعني اذا ممكن انه نعيد لهم المقادير للي كان مو مركز ويانا بالبدايه بس بالنسبه للبورق. للبورق اي مقادير العوامات. نعم. اذا ايه اي انتهت. هسه البورق اريد. البورق قلنا شوي نحكي ايه شوي ابي. قلنا البورق عندنا عجينه البورق الجاهزه. نعم. وعندنا الجبن. اي. جبن مبروش ويا المعدنوس شويه فلفل احمر يكون مطحون حلو. راح يكون عندي السمسم والحبه السوداء. وهنا البيض احنا قلنا شلون راح نخليها نلفها وشلون البيض استفاد منه للف استفاد منه لل حتى يلزم بالسمسم بي والحبه السوداء تطلع عندنا بهالشكل هذا. نعم. راح تتقلى تكون نار متوسطه. اكيد. هسه ورا ما ماعت الزبده بهالشكل هذا. اي. نجي هنا. هسه راح نسوي التشوكليت. اي التشوكليت. نفتح الحليب مكثف فتحناه بهالشكل. هذا الحليب مختص بالنستلة او تشوكلت اللي يسوي صح؟ ايه موجود اللي هو الكيك والمعجنات للحلويات هذا يكون. هسه نجي هنا بعد ما خلينا الزبده راح نخلي حليب راح تجين تساعديني. اي طبعا تدلن. اي راح تخلينا شويه شويه وانا راح يلا اطرقها بال ديري ديري كله هسه هو كانه بينستل هو داخل. اي يكون هسه راح نبقى نضرب به منعوفه على ما يكون حتى ما يتدغلص عفوا صح؟ اي حتى ما اي نار هاديه يكون نار هاديه حتى ما يكون من جوا احياء بس من جوا. نعم. شلون يلشع نقول ما راح نخليه يلشع. احنا عندنا قطي هاي خلصناها.
هسه ندير القطية الثانية. يعني هاي لازم انه على هاي الطريقة لازم نخلطه بالشكل هذا. كل ما تخلطين راح يقوى بيدك. صح. يصير بقوة. أثخن قصدك؟ إي يصير تخين، يعني يكون ما ينعاف، يبقى تخلطين بيه بهالشكل هذا. وإحنا قلنا الزبد ضروري ينضاف، الزبد ضروري بال. يعني اتصال لا من هدى من صلاح هدى. صباح الخير هدى. صباح الخير الداوي. صباح الخير. أهلا هدى تفضلي. صباح الأنوار شلونك؟ صباح الخير شيخ. عين عيوني. شيخ بعد الأكل على طريقتي كليته ما أعرف هي كده تسويها. كليته؟ الكيكة. كليته طلع لك المقادير على الشاشة وراح تشتغلين. كليته. كليته أو كيكة؟ أنا ما سمعت. كليته. كليته. قلنا إحنا. قلنا احنا اذا اشتغلنا الكليتشة بالزبده، موعنا الزبده وضفناها فوق الطحين وبقينا نخبط به بدينا على ما يصير مثل البسكويت. اكيد يعني اذا ممكن انه يخلون المقادير موجوده. على الكليتشة تكون، قولي لي المقادير راح تكون اللي هي راح تكون طحين اثنين اتوقع كوب وزبده. زبده اي وحليب سائل وفانيلا معلقه واحده وخميره معلقه بعد وهيل مطحون معلقه وملح. واحنا قلنا عجينتها كل ما تعجنين بها وايد وبهيل تقللين من الهيل المطحون حتى مصل عجينة سوداء، واذا تقدرين تخلين هيل تدقي دق بوصله باي شيء وتضيفيه. هسه يبقى هيك ينخلط بهالشكل هذا ما ينعاف حتى ما بس انا صراحه ليش سويت شغله طويل لازم ما ينعاف وتبقين تخلطين بهالشكل هذا. اكيد احنا طبعا مسوين جاهزه حتى لا اكيد وقت البرنامج انه ما يسمحنا فهذا فهذا من يدخن راح يصير القوام مالته كلش قوي. اي بالطرق مالته تجين عندي صينيه مال بيتزا. اي خلي لها زيت. نعم. اهم شيء الزيت يكون جوا بيها وراح اقلبها بيها على ما يبرد. من يبرد راح يصير شويه بقوه. نعم. يعني تشكليتك عشان ما تشكليت صار ولازم يبرد. عباس صح؟ لازم يبرد. أنا قبل ما تبلش فقرة الطبخ لاحظت عليك انه لما سويتها كنت تنتظرها انه تبرد. اي لازم حتى ما تصير سايحة ويخرب حتى شكلها وش اسمه تلزق باليد. صح. لان اذا حارة قوية وانت ما تدرين بيها. زين عباس ممكن نخليها احنا بالثلاجة؟ ممكن انت ما تخلصين. لا ما تخرب ممكن تقسل. لا لا تخليها بالثلاجة الا بعد او برا ان تخلصينها. اي وتسويها على شكل قالب او ماعون. ما راح احنا يعني مو يدخل فرن او شيء، راح منا للصينيه او مو صينيه يعني الغي فقط الصينيه، ماعون بزيت شويه واخلي بيه من تصير تخينه وتبرد اخليه بيها حتى اسوي الشكل اللي اريده، مكعبات او دائريات او ماعون اصبهم ماعون واخليها تبرد واسويها تزيين الفستق او المبروش. تشوفين شلون شغل بيها هواية طلبوها هم الحلاوة الشوكليتية. نعم. أنا أشوف هاي أطيب وأحسن. أي. وتكون يعني صحية أحسن من الطحين. أكو وحدة ثانية طحين. صحيح. ونشا تخلي لها وتخبطيه وتخلين زيت وتخلين الزيت الطحين يحترق بالزيت وتخبطين. أكيد. عباس بما أنه على موضوعنا اليوم إحنا مسوين بورك. طبعا برمضان بعد غير الشوربه تلاحظ انت انه البورك هم بعد ما يخلى من البيت العراقي. اي لا ما يخلى. الجبن واللحم والخضروات. اي اي اكيد راح نسوي احنا شوربات الخضار وشوربات يعني والبورك بعد دائما تلاحظ انت الناس دائما تشبع بدايه فطورها بالبورك والشوربه. ودائما اخر شيء اذا تلاحظ تلاقيهم بالليل كلنا يعني احنا بالليل نقعد ناكل الاكل اللي احنا ما اكلناه اصلا على وقت الفطور لانه نشبع يعني من السوائل اللي نشربها. ممكن يكون الخفيف يعني نحب الشغلات الخفيفه بالسحور مثل الجبن والبورك. لا بس انا بدي احكي لك على وقت العشاء اللي هو راح ناكله بدل الفطور لانه دائما خلص الواحد من كثر السوائل اللي يشربها والشوربه والبورك فخلص يعني يكتفي بيهم.
طبعا نشتغل حتى اللبن اكو به طرق هواي شلون نخلط اللبن شلون اكيد يعني يلا ان شاء الله هذا الشهر يكون خير علينا وعلى كل العراقيين والعالم وياك بعد يا ربي. حاوله على نار شويه اقوى نعم حتى وقتنا ما يداهمنا. شوف بلشت تفور قام اي ابا صح وتثخن اي تثخن هنا علينا النار حتى اسرع اصير اي اكيد احنا حتى بدت بس ممكن نضيف لها يعني اذا اريد اكل شوكولاتي اللي صار داخله الكاكاو نقدر نضيفها وياه ممكن نضيفين لا لا ممكن عادي تضيفين الكاكاو او او او, أو النستلة نفسها نست ايه صح النستلة السيروب يكون موجود صح عندك العلبه مال ايه ويانا اتصال لعباس ماجد من ماجد صباح الخير ماجد الو الو تفضل ماجد صباح الخير السلام عليكم وعليكم السلام السلام عيني شنو هاي الطباخ شنو هاي الاكلات العراقيه الشهيه حبيبي الله يخليك شنو هاي الاكلات الحلوه يا شيف والله انت الحلو حبيبي شلونكم الحمد لله انت شلونك امرني طلعي والله العظيم هاي البرنامج دائما متابعه يعني عاشت ايدك حبيبي ويدك حبيبي قدامك قلبي حبيبي والله جايب مشاهدكم يعني ان شاء الله حبيبي ان شاء الله حبيبي الشرف الله يحفظك الله يخليك شكرا لك قلبي باتصالك بلشت تتخن بلشت تتخن بهالشكل هذا هسه وقتها شويه ياخذ هي اكيد اي لهذا السبب احنا سويناها قبل الوقت ولو حتى ما صار يعني نقدر نقول مجال او جهز موجوده المقادير راح تكون اي عشان المقادير نعم لا احنا وصلنا للفكره انتهت بعد اي هي اهم شيء البدايه انه احنا نخلي الزبده وبعدين نخلي الحليب حطينا علبتين يكون الحليب المكثف هسه ورا وضلنا نخلطها لحتى انها ما تصير تخلط راح نخلي من الكراميلا كم نخلي من الكراميل؟ يكون ملعقة طعام فقط فانيلا كراميل فبس بلشت تتخن اذا تلاحظ نعم لا هو بعد هاي والاطراف امشي الاطراف حتى ما تلشع صح ايه امشي الاطراف هالشكل هيجي تشتمي ريحه الشوكليت والفانيلا اللي اضافتها بالعكس تشتمي ريحه الشوكليت اكو احلى من ريحه الشوكليت وهي شوكليت ماكو احلى من ريحه الورق والجبن بعد صارت بعد شلون تخنت قامت يعني صارت قويه بدأت تنتهي لا وزعت هسه اذا تريدين تاكل بورك لا لا بعدين ناكل بورك اخاف جعتي والبورك احنا قلنا الحشوه ما تقيد بها نعم مثل ما قالت الاخت هذا لحم ممكن اخلي اللحم اكيد لحم وخضروات بعد صح؟ اي ابرش جزر اخلي الفلفل الحلو نعم. يعني الفلفل يكون الاحمر والاصفر والالوان دجاج اسلقه يعني صدر الدجاج ينسلق ويتقطع باليد يعني ينشر بهالشكل واخلي وياه شويه معدنوس شويه اي شيء واجي هنا اخليه ممكن اخلي وياه جبن بس تدري شغله عباس ممكن جيد ما انه طيبه شوكليت شيء بس لاحظت انه متعب اكيد ياخذ وقت هواي اكيد ياخذ وقت يعني يكون مال تسليه
هذا مثلا قبل الفطور. شوف اكو هوايه ناس عندها وقت وعندها احنا نسميه خلق انه تحب هاي السوالف تسويها، الشوكليت والحلويات، حتى لو كان مع العلم هي موجوده جاهزه بالاسواق تلاقيها هوايه، يعني واحد على طول اي نوع يقدر يشتري، بس اكو ناس تقول لك لا انا يعني حابه اسويها من ايدي تطلع. اي يحب هوايه، هسه مثلا احنا قلنا من الداكله العوامات، العوامات شلون شغل بيها متعب؟ لا عجينتها حلوه بس العوامه من الذبيه ومن بيها هواي شغل يعني يكون متعب، ومشيره ورديه وهاي، فانا احب مثلا اسويها يعني عادي مشكله ماكو مشكله. هسه صارت عندنا اكيد احنا ويانا دقيقتين حتى ينتهي البرنامج، يعني مثل ما قلت لك اذا لحقنا لحقنا ما لحقنا لا احنا ما راح جاهزه وراح نكون المقادير شو اسمه ما راح نقدر نلفها ما راح نقدر شلون نسويها. اهم شيء هاي الطريقه صارت بهالشكل، شوف التخن مالتها حد ما تبرد حد ما هسه راح اضيفها بالصينيه واخليها تبرد، وهنا عاد لما نضيفها بالصينيه نبلش نقطعها شلون ما احنا نريد. اي هسه مثلا انا ما ردت اسويها بهالشكل هذا، اجيب ماعون او ماعونين او ثلاثه او كاسات اريد اسويها واخليها تبرد، اجي اضيفها بهالشكل، اكون انا مزيت الصينيه حتى ما تبكي عندي، درناها بهالشكل بهالشكل هذا. بالنسبه لي انا اريد اخليها تبرد، اكيد لازم تبرد هي. اي تبرد، راح يكون عندي الزيت، قلنا الزيت موجود، ورا ما تبرد عندي راح اخلي يدي بالزيت واخذ منها شوي شوي. هسه حاره تلجا ونسوي لكلكها بطريقه حسب لكلكة. ما احنا نريدها، ممكن على شكل كرات او هيك قطع مربعات او لبسه هاي، اخليها مثلا انا على الفطور، خلينا نحكي على الفطور، اجيب معون طبق كبير واضيفها بهالشكل هذا واخليها وافرشها وازينها واخلي لها اخلي شوي فوق زي الزيتون اذا احب هيك يعني، واخليها تبرد ورا الفطور اقدر اجيبها وكل العائله تقدر يعني اكيد تاكل بها بهالشكل هذا. احنا نجي هنا قلنا سويناها ورا ما تبرد، هاي موجوده اكيد ورا ما تبرد تكون عندي بهالشكل هذا، يعني مو ماي هي لا مو ماي بهالشكل هذا، سلسه تكون وحلوه ولا يابسه ولا هاي، اذا انا ضايف زيت راح تيبس عندي تصير على شكل يعني قويه حيل قويه. نعم وهسه من اشتغلتها بالزبد نعم صارت عندي بهالشكل هذا، صارت يعني اذا ممكن تاكلين اي طبعا ليش لا. بس شوف عباس صحي لينا بس تدري شنو؟ شوف دقيقة لازم اجربها. بالعافية بالعافية. هاي وحدة ملفة بيها يلا تجرب. رجعها ناخذها. احيدك عباس. احنا خلينا بهذا الموضوع. سامع احنا نقول الحين علوشة. خلينا بهذا الطبق الصغير. شلون؟ يعني لا يابسه ولا هاي. أي. يعني يكون سلسه. اكيد عباس. طبعا عاشت ايدك. عاشت ايدك عباس. شكرا لك. اذا مشاهدينا بعد ما خلصنا من هذه الفقره الجميله انتظرونا باكر بنفس الموعد، وان شاء الله ان اليوم عجبتكم حلقتنا. باي باي.